أولى محطاتنا رح نبلش فيها نور ونحكي أكثر. يمكن كل السيدات بقلب البيت بتتعامل مع مواد المنظفات من كلور إلى غيرها من المواد صحيح. اللي هي مو بس لها مضار على الرئتين وعلى الاستنشاق، أيضا على الجلد وعلى الأظافر، وهي المواد بشكل عام ممكن تؤدي لأنه الأظافر تتكسر وغيرها من العوامل الأخرى. رح نتعرف كيف ممكن السيدة تقدر تنظف بيتها وبنفس الوقت تحافظ على أظافرها، وشو هي العوامل الثانية اللي ممكن تساهم بحمايتها. كل هاي المواد والمعلومات رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الكيميائية براءة. يسعد صباحك براءة وأهلا وسهلا فيك. يا صباح النور. يسعد صباحك. يعني إذا بدنا نقول يمكن كل السيدات والنساء بيعانوا من هي المشكلة، لأنه أنا دائما بتتكسر أظافري لأنه بشتغل بالبيت كتير، ومع أنه بحط كفوف بيتكسروا بشكل سريع. خلينا من البداية نحكي عن تركيبة الأظافر شو هي لنعرف بالأساس الخلل من وين بيكون. تمام. دائماً أي شيء تجميلي بدنا نقول يا صباح الصحة والجمال. الأظافر معروف أنه هي الخلايا الجلدية الحية اللي بتنشأ بنهاية الإيدين، يعني بدايات الإيدين والقدمين. المادة الأساسية الموجودة فيها هي بنسميه نحن بروتين بنيوي ليفي، هو الكيراتين، هي المادة الأساسية اللي بتكون لي الأظافر والجلد والشعر. فإذا بدي أحكي أنا على التركيب، هو بده يكون من جوا لبرا. دائماً بنحكي على موضوع القصص الجمالية اللي بتخص السيدات، دائماً نحن بدنا نبلش من جوا لبرا. فالكيراتين هو المادة الأساسية الحية الموجودة بالأظافر، بتكون من تشكيل الجنين. بقى بتختلف النسبة من إنسان لإنسان حسب تركيبته البنيوية وحسب العوامل الوراثية. الأظافر بتنمو بشكل طبيعي تقريباً 8 إنش، يعني من نص لواحد ونص ميل اللي بالاسبوع، هذا بالشكل الطبيعي. معروف انه هي بتطول بشكل اكثر بالصيف، وبتخف يعني بتخف نسبه الطول تبعها بالشتويه بسبب البروده وعوامل الجفاف اللي بتصيب الايدين. بدي احكي على موضوع انه هي الى ناحيه جماليه، انه عدا عن انه جماليه الاصابع والايدين، هي كمان الى حمايه، بتحمينا من التشققات والجروح، بتحمينا من الصدمات اوقات لما بيطرقوا الايدين، هي البنيه الكيراتينيه هي اللي بتتحمل هي الصدمه. فلذلك نحن من الواجب نعرف كيف نتعامل معها ونعرف كيف نحمي اولا بالغذاء، ثانيا بالعادات الصحيحه يلي نحن لازم نتبعها. نعم. كمان استاذه براء، يعني في كثير من المعلومات ما بعرف اذا هي صحيحه او خاطئه، بس بنسمع عنها واكيد رح نعرف المضبوط من حضرتك، انه دائما خلي في طبقه مانيكير على الاظفر لانه المانيكير بيحمي الاظفر من انه يتكسر. وبنسمع عن كثير انواع، مثل خليني اقول مانيكير شفاف اللي بيخلطوه بشويه فورمول وبحطوا له فصه ثوم وما بعرف شو، خلطات عجيبه غريبه، فهل هذا الشيء مزبوط او لا؟ صحيح، فعلا كثرت القصص هدول. هلا نحن حافصل الشيء الكيميائي عن القصص الطبيعيه اللي بنعملها نحن ببيوتنا. الكيماويات كل الصبايا وكل السيدات تلجا الى طلاء الاظافر والاسيتون، هدول الاثنين دائما بتلاقيهم موجودين. طلاء الاظافر على اختلاف انواعه والماركات، والاسيتون معروف هو هي الماده الكيتونيه اللي هو عباره عن المزيل. طلاء الاظافر هذا الدهان اللي نحن بنشوفه، تركيبته كيميائيه هي عباره عن مشتقات نفطيه بالاضافه للعوامل الثانيه مثل شيء بيرفع اللزوجه واللون وغيره. يعني قليل ما اشوف انا طلاء اظافر بتلاقي فيه مواد طبيعيه مثلا فيتامينات او غيرها، لا. قد ما كان هو بالنتيجه ماده كيميائيه. لما بنحط طلاء الاظافر على الاظافرنا فنحن اعطيناه مده طويله لحتى تحمي الظفر فعلا، بس نحن ما بصير نخليه مثلا فتره كثير طويله لانه هي الاظافر لازم تتعرض لاكسجين الهواء. يعني قديش المده؟ تماما. هلا الظفر بيطول من نص لواحد ونص ملي بالاسبوع، فانا اذا كل اسبوع قمت هاي الماده اللي حاططها انا وقمناها وخلينا الظفر يتعرض لاكسجين الهواء لو يوم واحد، نحن بنكون كافيين لهذا الموضوع. او انا بدي الجا لعلاج ثاني. يعني اليوم حضرتك ذكرتي لي كلمه الفورمول، فعلا صار ينزل مقوي اظافر بالسوق، هو كان شفاف او محطوط له لون ثاني، بيقولوا لك مدعم بالفورمول. الفورمول رح اقول لك شو هو، هو عباره عن ماده الدهيديه، يعني بالمخابر العلميه نحن بنستخدمه لحفظ الانسجه، اذا بدك هو تحنيت. الماده اللي بيستخدموها بالتحنيط، تماما ماده للتحنيط قولا واحدا، لكن قد ايه فعاليتها؟
النقطة الثانية قد ايه عم تنضاف للمقوي الأظافر؟ رح أقول لك شغلة إنه هي فعلا مفيدة، هي بتحمي الأظافر، لكن بالتركيز قديش؟ في ناس عم تشتريها من عند العطارين وبتحطها هي بعلبة الأظافر، فبتسبب لهم التهيجات والإحمرار، يعني بيسبب التهاب جلدي قد يكون فطري أو جرثومي. فنحن هون بنبلش بمرحلة علاج، بتلاقي الضفر على قد متركيز الفورمول عالي جدا، بتلاقي بلش يصفر، تغير اللون الطبيعي تبعه تماما. النقطة الثانية صار في تشققات بالصفيحة الظفرية. هاي التشققات دائما نحط ببالنا، أي تشقق بالصفيحة الظفرية فأنا عملت بيئة بكتيرية، هاي البيئة البكتيرية بدها تسبب لي التهابات، فنحن بنضطر لعلاج أولا علاج من البيئة الفطرية أو الجرثومية، ثانيا علاجي، فأنا بدي اضطر بعدين لمرحلة علاجية. لذلك نحن بننصح إذا أنتم فعلا عم تحطوا طلاء الأظافر وعرفانين الماركة، يفضل يوم بالأسبوع أنا قيمه، ما أصلا نحن حنضطر نقيمه لأنه بيكون طول الضفر وضلت مساحة مكشوفة بدون لون. اليوم صارت السيدات تتجه لشيء ثاني، هو الجل والأكريليك. هلا هو حلاوته انه بيضاين اكثر، وحلاوته صار علاجي. يعني نحن عم نشوف اظافر كثير فيها تشققات، كثير فيها امراض، عم بتلاقي خبيره التجميل هي عم بتعالج هذا الموضوع، بعدين عم بتحط موضوع الجل. حلاوته التعرض للأشعة اللي عم بتصير بتسبب جفاف للمادة بشكل كامل. النقطة الثانية، السيدة لحالها عم ترجع على لعند خبيرة التجميل بعد 10 أيام بيطول الضفر، بترجع بتعمل لها تنظيف كامل من اللحميات اللي بتكون طالعة، إذا كان في فطور أو هي النتوءات القشرية اللي بتكون بتنظف، بتبرد بالشكل الصحيح. اليوم برد الضفر أساسي حتى أعرف أنا شلون بده ينمى. في ناس بتبرد بالطول، هو غلط، نحن لازم نبرد بالشكل الأفقي. النقطة الثانية حوالين الضفر، في كتير سيدات بيقصوا بمقص الأظافر، هذا الشيء كتير غلط، بتلاقي صار في التهاب ووجع لدرجة بتلاقي السيدة حاطة لزق طبي حوالين الضفر بتكون هي أذيته. فأنا لما بلجأ لخبير التجميل بتعرف كيف بتعمل التنظيف، تنظف من إذا كان في فطور أو شيء تاني. النقطة الثانية على مدار هالعشر أيام أنا فعلا بكون أمنت حماية، بس مو بس حماية إني أنا أمنت له، أنا لازم يكون عندي عادات صحية حتى كمان أنا هي الطبقة اللي عاملتها تضل بحماية دائمة. بما أنه حكيتي عن العادات الصحية، خلينا نحكي عنها أكثر في ظل يمكن الظروف اللي عم نعيشها. بتلاقي السيدة هي بتهتم ببيتها بشكل مستمر، بتنظف بيتها، فبتقلك أنا بعاني يعني دائما من أنه في مشاكل بأظافري، ما بيطولوا كثير، بيتكسروا، رغم أنه بحاول ألبس كفوف، رغم أنه بحاول أخذ كل احتياطاتي. خصوصا يمكن استعمال المواد الكيماويه بيأثر بشكل كثير كبير على جلدة الايدين وعلى الاظافر بشكل خاص. رح اقول لك شغله، اليوم نحن ما في سيده الا اللي بيتواجد عندها بالبيت اقل ما يمكن 10 انواع من المنظفات، إذا منعدهم من الغسيل للسجاد للي بنستخدمه. سعيدة لك تصرف على المنظفات 100%. نحن إذا منعدد هلأ 10 أنواع، صحيح. أنا بس بحب أقول هاي العشر أنواع معظمها مختلف بالتركيب، لكن الأخطر هلأ رح أقول لك شغلة. مثلا اللي بتستخدميه بالغسالة الأوتوماتيك هو عبارة عن مسحوق له كأس بتحطيه خالص، يعني أنا ماني على تماس مع مسحوق غسالة الأوتوماتيك. بينما إذا بغسل على إيدي مثلا في قطع، كتير سيدات البيوت بيجي أو أنه مثلا قطعة تقيلة أو شي فيه أكسسوار أو كذا، أنا صارت إيدي على تماس مع بودرة المسحوق اليدوي، هي فيها مواد كيميائية كتير، عدا عن أنه نحن بنكون حاطين مي سخنة لحتى يتفكك المسحوق الغسيل، هي أول نشاط كيميائي خاطئ. اثنين، أنا قابلت سيدة تقريبا بالخمسينيات، بكتشف أنا والله كنت عم بتطلع على أظافرها، يعني أنا بس عم شوف الأصفرار اللي موجود حوالين الضفر، فمبين هو يا كلور ماء جافيل أو عم بتكون على تماس مع الفلاش أكثر. هدول المادتين رح أقول لك شو عم بيصير. دائما السيدات بتقلك أنا بكون كتير مستعجلة وبدي بس خلص تنظيف البيت. تخيلي انه بتستخدم الكلور بتحطه على السفنجة من غير ما تلبس شيء على بايديها. الكلور بس بدي اقول ماء جافيل بتركيبته الكيميائيه، نحن بنسميه هيبوكلوريت الصوديوم او له شكل ثاني هيبوكلوريت الكالسيوم، لكن اللي بنستخدمه ببيوتنا هيبوكلوريت الصوديوم. اول ما ينزل على الايدين رح تحسوا بلزوجه
مثل الصابونة تقريبا. النقطة الثانية بعد 5 دقائق من نشفانه الكل رح يحس انه نملوا الأصابع، روس الأصابع بتنمل. النقطة الثالثة إذا كان بتركيز عالية جدا واستخدام أنا عم استخدمه لمدة ساعة من التنظيف رح تحسوا انه هو فعلا بلش يتسرب داخل الأنامل، أنا عملت مشكلة تسربت لداخل طبقات الجلد الداخلية الأدمة وممكن توصل للدم. هي السيدة والله العظيم أنا اللي شفته الأصبع البصمة رايحة وأثبت فعلا أنه هي بالدوام لما بتروح تبصم ما في بصمة راحت. الضفر شو عامل؟ عامل لها تشققات ولون الضفر منه طبيعي أبيض أو عاجي، هو لونه أصفر من الاستخدام المتكرر لماء جافيل وفلاش. والسيدة اعترفت أنه أنا ولا بقدر أتحكم بالكفوف. هي مشكلة كتير كبيرة عدا عن انه تشقق الصفيحة الظفرية، تحلل مادة الكيراتين. اليوم اذا بدك تعالجي اقل ما يمكن بدك 6 شهور علاج، اقل ما يمكن. ليش؟ لانه انا بدي عالج خارجي ثم داخلي. يعني انت بدك تحطي كريمات لترممي الصفيحة الظفرية، بالاضافة بدك تتناولي يعني متناول كبير جدا من الفيتامينات، حتى طبيعة الطعام عنا بدها تختلف لحتى نرمم. وما حدا يقول انه الاظافر ما بتفيد، لا، اذا انا عندي مشكلة فطرية او جرثومية بالاظافر شو ما بتحطوا ايديكم عليه من الطعام بده يكون مجرسم، وهذا مثبت علميا بالمسحات الجرثومية لايدي موظفين بوزارات الصحة العالمية وبالمشافي. فلذلك ارتداء الكفوف وبثبتها بمطاط اذا هي مانا على قد الايدين مشان المي ما تتسرب داخل الكفوف وخليها تفوت على الجلد والاظافر. الاظافر يا جماعه مو بالامر السهل اني رممها، اقل ما يمكن بدها 6 شهور ترميم لحتى نفوت بعمليه تمثيل غذائي وبناء الكيروتين من جديد. كمان استاذه براءة كمان نقطتين بدي يعني من ضمن حديثك حكيتي عليه هون، في مواد تنظيف اخرى غير الكلور والفلاش اللي بنعرفهم، في ايضا صار مواد تجارية كتير بالسوق تماماً. 4 بواحد 5 بواحد 6 بواحد والناس بتفكر انه هي اقل خطورة صحيح. من الكلور والفلاش لانه حتى ريحتها بتيجي اخف بس يمكن تأثيرها بيكون اقوى. كمان خلينا نحكي عن هي المواد والناس بتستخدمها بتفكر انه هي اكثر امانا. فعلا فعلا هي واحد. اثنين ايضا اللي بتروح عند التجميل وبتعمل في كتير منهم عم يتأزل ضفر من عملية الجيل بوليش او الاكليري. صحيح. عم قلت لك ضفري انا صار كتير رقيق. صحيح. من طبعا طريقة البرد اللي عم بتصير وعم تضطر هي تعالج، يعني عملت مرة واحدة مثلا بعدها صار ضفره رقيق صارت تضطر تعالج. بنشوف بيحطوا زيوت بيحطوا كريمات معينة، فخلينا نحكي عن هدول تمام. إذا بدي بلش بمواد التنظيف اللي حضرتك عم تحكي عنها، فعلا اليوم كتير من المواد التنظيف بتلاقيها بشكل جل أو هلامي على اختلاف أنواعها، بس بتلاقي مكتوب عليها تحوي مواد كاشطة. هي الكلمة لحالها تماما يعني هي قادرة على إزالة البقع المعندة، يعني مثلا شحوم زيوت دهون خاصة على السجاد أو بالحمامات، أو إذا كان في عندي بقع على السيراميك أو بديهات الحمامات أو بالمطبخ المكان يلي بنجلي فيه اللي هو المجلى. حضرتك تفضلتي بكلمة كتير ممتازة إنه هي متعدد الاستعمالات. فعلا السيدة صارت بتحطه مع الجلي، يعني سائل الجلي بيقشط وهو مخصص لإزالة الشحوم والدهون، بس بتلاقيها حطته معها. ارتكبت أول غلطة أنه هي زادت نسبة المادة الفعالة على الصحن، يعني أنا ممكن صار بدي مي أكثر لزيله. النقطة الثانية صار الخطر الأكبر على إيديها وأظافرها. بحب خبرك كمان أنه في كثير من السيدات الهوس اللي موجود عندهم بضيفوا كلور، هي الخطر الثالث. أنا صار عندي 3 أخطار وما بينتبهوا على هذا الموضوع، وللأسف بدها كتير لحتى تغيري لها هي العقلية. كلامك سليم، فعلا المواد الكاشطة أنا بدي أعرف وين عم استخدمها بالمكان الصح، وقد ما كان شو ما كان نوعيتها وشو ما كانوا حاطين فيها زيوت ومواد بتحمي الإيدين، فأنا بحب خبركم المواد الكيميائية اللي موجودة فيها قادرة على تحلل مادة الكيراتين اللي موجودة بالأظافر، فما بالكم بالزيوت والفيتامينات اللي موجودة هي بالأصل بالجلد. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، حضرتك حكيتي على موضوع خبراء التجميل. اليوم ما في حدا يعني مو قادر يعرف يروح لعند صبية خبيرة عرفانة بالموضوع. خبراء التجميل معظمهم بيكونوا اختصاصيين عدا عن أنه بيكونوا خاضعين لهي الدورات اللي بتعلمهم الطريقة اللي حيشتغلوا فيها.
المهم لما بتعملي الجل او البوليش او الاكريليك بتعرفي ترجعي امتى. بدك ترجعي بعد 10 ايام ل 15 يوم، الضفر بيكون طول، صار بده حمايه من جديد. اللي عم يشتغلوا فيه حيعملوا موضوع تنظيف كامل. التنظيف هو إزالة اللحميات اللي حوالين الضفر، بتعمل برد من جديد للطبقة الخارجية مشان ترجع تعمل طبقة جديدة. وبناء على هذا الموضوع نحن بنشتغل. من أول مرة بتعرف السيدة إذا هذا الشيء بناسبها أو لا. إذا بناسبها بتقدر ترجع مرة تانية وتكمل، ما ناسبها بتقدر تروح لعند خبيرة التجميل تأملا ياهن وترجع للضفر الطبيعي مع طبقة، مع طبقة حماية من الواقي المناسب. الواقي اللي هو بيكون مدعم بالفيتامينات. النقطة الثانية حنحكي هلأ على نصائح بالبيت أنا شو بقدر أعمل. طيب خلينا نعطي بعض النصائح لكل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا لحماية فينا نقول إيديهم وأظافرهم، لأنه قلتي نقطة كثير مهمة. في كثير من السيدات هي عادات ما فيها تغيرها، يعني نحن بتلاقينا عم نحكي لك أنا ما بقدر أحط كفوف، ما بقدر فعليا استحكم. شو بعض النصائح لأقدر أنا شوي خفف من ضرر هي المواد الكيماوية على إيدي وأظافري؟ تمام. هلا أول شيء طالما نحن حنفوت بالحماية الجمالية، عدا عن التغذية الجيدة، أول شيء بدي أحكي على موضوع استخدام المي الساخنة كتير والبارد كتير. المي الساخنة كتير كتير اللي بتلاقي فيها كتير، يعني درجة الحرارة فوق 40، وأنا ما بعرف شلون بيستحملوها لهي المي. فعلا في ناس هيك بتحب هذا المي الساخنة أو البخار اللي بتلاقيهم بيتحمموا فيه أو بيغسلوا فيه، هذا بيسبب جفاف لأنه بيعمل على إزالة طبقة الدهون، بتلاقيها بتتبخر من الجلد. المي الباردة جدا خاصة بهي الأجواء الشتوية بتسبب انقباض بالأوعية الدموية، لدرجة أنه بس تغسلوا بالمي الباردة كل الناس بتقلك أنا ما عاد قادر أفتح إيدي. هذا هو السبب، هو انقباض الأوعية الدموية، وبعدين بتسبب تهيج، بتحسوا الإيدين منملة. أنا لا بروح على المي السخنة كتير ولا بروح على المي الباردة، يفضل أنها تكون معتدلة. استخدام الصابونة أو سائل الايدين اللي مستخدم بشكل يومي، نحن بنعرف انه غسيل الايدين بيتم ل 30 ثانيه لل 40 ثانيه، مجرد ما خلصنا بدنا ننشف ايدينا بالمنشف الخاصه فينا، وبعدين استخدام الكريم المرطب بشكل دائم. الكريم المرطب لازم يحتوي على فيتامين A ومجموعه من الزيوت، واليوم كلياتنا بنعرف انه الكريمات دائما بتلاقي زيت البابونج، زيت الاوليفيرا، الجوجوبا، فيتامينات الأهم الموجودة فيه بي كومبلكس والفيتامين إي، ومدعم بفيتامين سي. نقطة الثالثة، نحن بالصيف نادراً من السيدات بتقلك أنا حطيت واقي شمسي على إيدي. صحيح. المفروض نحمي الإيدين من الأشعة فوق البنفسجية بالإضافة إلى الأظافر، فأنا لازم أنا أعمل هاي الحماية الكاملة. النقطة الثانية، طالما نحن حابين تكون أظافرنا طبيعية وما نلجأ كثير لخبراء التجميل، أنا بفضل إذا بالبيت عنا علبة صغيرة منحط فيها زيت الزيتون، زيت جوز الهند واللوز الحلو، هالثلاث زيوت معلقة معلقة، ومثل ما تفضلتي ببداية الحديث التوم. التوم لأنه مضاد حيوي وبيحتوي على مواد كثير بنسميها مضادات الاكسده، بتامن هاي الحمايه. انا اذا بخليهم للزيوت مع الثوم، يعني حبتين ثلاثه ثوم بقطعهم لشرائح وبحطهم لمده اسبوع، بتصير عمليه التخمر. الثوم بتكون طلعت المواد الكيميائيه المفيده يلي موجوده فيها، وانا بعد اسبوع بمسك مثل ريشه المناكير اذا بدي بنظفها. يوميا بعمل هذا الترطيب الكامل للاظافر قد ما بنقدر، الصبح، الظهر، بعد الظهر، قبل النوم، امتى ما بدنا. انا بكون هيك حافظت على بنيه الاظافر، امنت لها الحمايه والديمومه الدائمه. وانا شو بقدر اعمل بالبيت؟ انه مثلا طلاء الاظافر، رحت على مكان صحي اللي هو عند خبراء التجميل، ما في مشكله، بس انا المهم اتبع العادات الصحيحه يلي بتامن لي الديمومه. النقطه الثانيه بدي احكي على موضوع انه اذا صبيه حاطه الجل او الاظافر الصناعيه، كلياتنا بنعرف شو معناتها، بدي احترس على منطقه نادرا السيدات ما يلجأوا لتنظيفها، هي تحت الظفر. تحت الظفر كلياتنا بنعقم وبنغسل، بس ما حدا بيغسل تحت الاظافر الا قليل. تحت الاظافر هو عباره عن مرتع للبكتيريا.
صحيح. مرتع للخلايا البكتيرية والجرثومية، يفضل تنظفها مع كل عملية غسيل للأيدي، لأنه للأسف إذا ظلت موجودة، أنا إذا كنت عم آكل أو أشرب أي شيء فهو بده ينتقل له، فيفضل أنه ننتبه على هذا الموضوع. أكيد معلومات ونصائح مهمة اليوم كانت معك ست براءة، بدنا نشكرك على وجودك معنا. شكرا كثير.